أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بيير كريمبول عن انخفاض العجز المالي للوكالة من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار. وقال كريمبول خلال مؤتمر صحفي في البحر الميت إن الوكالة كانت أمام مفترق طرق بعد القرار الأمريكي بوقف الدعم عنها، لافتا إلى أن الأردن ساهم في توفير الدعم للوكالة. وحول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، أشار كريمبول إلى وجود 430 ألف لاجئ فلسطيني داخل سوريا مشردين، وأضاف أن الأونروا تركز على العودة التدريجية للاجئين الفلسطينيين للمخيمات في سوريا، وأنه تم التواصل مع السلطات السورية. وتحضر الاجتماعات في البحر الميت نحو 25 دولة مانحة ومضيفة للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى 3 دول بصفة مراقب. وتبحث الاجتماعات سبل الاستمرار في دعم الوكالة وتعزيز صمودها أمام التحديات المالية، وذلك بعد أن تمكنت من تقليص عجزها إلى 64 مليون دولار فقط، مقارنة ب 360 مليونا قبل أسابيع عدة بفضل تبرعات دول مانحة. وللحديث أكثر تنضم إلينا مراسلة المملكة من البحر الميت غيداء بكير. أهلا بك غيداء، ضعينا في آخر التفاصيل لديك في هذا المؤتمر. نعم أريج، انتهى منذ قليل المؤتمر الصحفي للجنة الاستشارية التي اجتمعت هنا بحضور 25 دولة وثلاثة أعضاء مراقبين، منها دول الاتحاد الأوروبي وأيضا جامعة الدول العربية ودولة فلسطين. انتهى قبل قليل هذا المؤتمر بتلخيص بعض الأمور، منها تقليص العجز المالي الذي كانت تعاني منه الأونروا من 446 مليون دولار إلى 21 مليون دولار فقط لا غير خلال فترة وجيزاح، بحيث قامت الولايات المتحدة في بداية العام الحالي بتقليص المنح والمخصصات المالية التي كانت تدعم فيها الأونروا، وقامت بتقليصها إلى النصف أو أكثر من ذلك بقليل، وتلاها بعد ذلك قرار بإدارة دونالد ترامب بإيقاف كافة المنح والمخصصات خلال شهر آب للوكالة والمنظمة واللاجئين الفلسطينيين في كل مكان، الموزعين على 4 أماكن منها الأردن، لبنان، فلسطين وسوريا، فلسطين طبعا بشقيها الضفة الغربية وقطاع غزة. طيب غيداء، يعني هل تم الحديث في هذا المؤتمر عن إمكانية ومدى قدرة الأونروا على الحصول على تمويل لربما لتغطية العجز المتبقي؟ المفوض العام بيير كريمبول تحدث عن آمال شديدة جدا للأونروا للحصول على باقي هذا العجز المالي خلال العام الحالي، يعني قبيل نهاية هذا العام، لاستمرار أعمال الأونروا، لأن هنالك خطورة حقيقة على 30 ألف موظف في الأونروا، وهنالك خطورة كبيرة أيضا على اللاجئين الموزعين في كافة الدول من ناحية التعليم والقطاع الصحي وأيضا حتى المخصصات المالية والأمور التي تدعم بها اللاجئين. لكن أكد بأن هنالك ليس وجود أو لا وجود لأي ضمانات للإبقاء على هذه المنح خلال الأعوام المقبلة، إلا أنهم يأملون باستمرارها خاصة في ظل المنح التي قدمتها الدول الخليجية خلال الفترة الحالية، وهي دول الخليج الأربع، قطر، الكويت والسعودية والإمارات، بحيث قدمت كل دولة منهن 50 مليون دولار بمجموع 200 مليون دولار، وهذا كان رقم كافي وكبير حقيقة بالنسبة للأرقام التي تدعم بها كل عام للوكالة. وهنالك أيضا كافة الدول المانحة والمستضيفة قامت بتقديم أعداد من أو مبالغ مالية أكبر من التي تقدمها في كل عام، وكان هذا شيء يعني متفائل به حقيقة المفوض العام والدول المانحة والمستضيفة. ولكن كما أكدت لك، ليس هنالك أي ضمانات لاستمرار هذه المبالغ خلال الأعوام المقبلة، خاصة في ظل الحديث عن يعني صعوبة العام المقبل خاصة على سوريا واللاجئين في المخيمات السورية، وهنالك أيضا حديث عن محاولة إعادة اللاجئين السوريين المشردين إلى المخيمات في الداخل السوري، خاصة مخيم اليرموك الذي يعد الأكبر بالنسبة إليهم. غيداء بكير مراسلة المملكة مباشرة من البحر الميت، شكرا جزيلا لك.